موازين هو كبقية المهرجانات الأخرى، ولكن يمتاز أنه يعني أدخل عنصر العالمية في هذا الموضوع، ويمتاز بالتنوع، وحتى لهذا التنوع لدرجة التناقض فيه، يعني فيه الشيء الشعبي جدا، وفيه الشيء المحلي، وفيه الشيء العالمي، وفيه الشيء الكلاسيكي، وفيه الشيء الشعبي. ما نراه اليوم هو عبارة عن موجات تعبر وتمر، ويأتي غيرها ويأتي غيرها وغيرها، إنما الأشياء الثابتة كالقمر والشمس تبقيان ثابتتان. والله يا أنا كمستمع كنت أستمع، وما زلت عندما تحين لي فرصة أستمع إلى موسيقيين كبار أمثال محمد البيضاوي، وأمثال الخياط، وأمثال الدكالي، وغيرهم من الذين يعني وضعوا أعمدة الموسيقى المغربية. غالبا ما ترين الذي يحب الموسيقى الشرقية يعني ترينه عدوا للموسيقى العالمية والغربية، أو لم يستصغها، أو لم يحاول الاقتراب منها. والذي يمارس الموسيقى الغربية ودرس موسيقى غربية تراه يعني مستصغرا الموسيقى الشرقية ويستسخفها، ربما لجهله بها أو لشيء ما آخر يتعالى عنها. لذلك عندما درست الموسيقى العالمية لم انتزع من جذوري، فكان جذوري الشرقية ضاربة في العمق، بل عندما تفرعت أغصانها امتدت إلى الروح العالمية، وأفدت من الموسيقى العالمية، وربطت ما بين جذوري وبين فروعي الأوروبية العالمية، فكان نوع من المصاهرة بين الموسيقى الشرقية والموسيقى العالمية. هذا العمل السيمفوني أنا استلهمته من محليتي، وكما يقول بريخت إنه الخطوة الأولى نحو العالمية قد تكون هي الخطوة المغرقة في المحلية. كان هنالك هزوجة يتناولها البحارة كلما كان الوضع أو عملهم يستدعي شحذ الهمة وتوحيد الإيقاع، فيقولون هي ليصا هي ليصا هي لا هي لا هي ليصا هي لا هي. هذه التيمة الموسيقية وهذه الأهزوجة التي كان يتناولها البحارة في ترحالهم وفي إيابهم، وأثناء شدهم لشباكهم، وأثناء إنزال سفنهم إلى البحر أو سحبها إلى اليابسة، فكانت هذه الأهزوجة تشد انتباهي، وكان يسمعها الكثيرون دون ما أن يعون لها أو تلفت انتباههم. فلفت انتباهي بشدة، وكوني أنا بحار وعشت في تلك الأوساط البحرية، فالموسيقي أو الشاعر بديهيا أن يكون صدى لبيئته، ويكون عاكسا لهذه البيئة، ولابد لهذه البيئة أن تصطبغ في نتاجه الفني أو الشعري أو الموسيقي أو الغنائي وحتى الشعري. واستوطن هذا اللحن في إحدى أهم المراكز العالمية موسيقية، وهو أوركسترا برلين. علاقتي في المرأة كعلاقة أي إنسان في المرأة هي علاقة مزدوجة طبيعية وبديهية، كالليل وكالنهار. يعني الدنيا لا تستوي إلا بالليل والنهار، ولا تستوي إلا بالمرأة والرجل، هذان العنصران المكونان للحياة. ورجل بلا مرأة حياة ناقصة، ومرأة بلا رجل حياة ناقصة، فهما عنصران مكملان لبعضهما كالماء الهيدروجين والأكسجين. كما قال الرباني، إن لم يكن الحب موجودا لاخترعناه. إن هذه حالة إيجابية جميلة. فعندما يعني تدور في أفقي حالة من الحالات، سواء في الحب، سواء في الجمال، سواء في الطبيعة، أكتبها وأحيانا أرسمها في لوحات، وأحيانا أكتبها على النوتة. لا شك أن الوضع بسوريا وضع مأساوي ومؤلم جدا 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 جدا، بدأ صغيرا وانتهى كبيرا، إلى مكان يفضي إلى ثقب الأسود ليس له نهاية.
وكان ممكن معالجته، ولكن أصبح كبيرا وركب عليه وأصبح مكانا يعني تتقاطع فيه المصالح العالمية والمسكين والشعب الذي يعني تدهسه هذه الآلة الجبارة من السلاح المتطور وغير المتطور، وأصبحت لعبة كبيرة سياسية كبيرة. وهنالك حالة من ريفريشنج أو إعادة استنتاج سيكس بيكو جديد، أهيب بالشعب السوري أن ألا يكون ضحية لهذا المخطط الرهيب، وأن يحبوا وأن يحب بعضه بعضا، وأن لا يتنابذا بالإثنيات وبالديانات وبالطوائف في هذا الشعب الذي مر عليه التتار ومر عليه المغول ومرت عليه حروب طاحنة، وعاد كما كان، كما قلت لك، به من الخمائر الثقافية والحضارية ما تجعله ينبعث من جديد كطائر الفينيق الذي ينطفد من الرماد ليعود من جديد. يغار من قلبي إذا هام للقياك، غار من قلبي إذا هام للقياك، وأنت المنى والروح فكيف أنساك؟ إني بشوق متى الأيام تجمعنا، وأسعد فؤادي بقرب من محياك. إني بشوق متى الأيام تجمعنا، وأسعد فؤادي بقرب من محياك. والطير يشدو لهمس حين يسمعنا، وجاوب الدمع من عيني عيناك. والطير يشدو لهمس حين يسمعنا، وجاوب الدمع من عيني عيناك. أهيم فيك ونار البعد، نار البعد تؤلمني. أهيم فيك ونار البعد، نار البعد تؤلمني. وقلبي الخفاق بالأشواق ناداك. هذا إهداء إلى جمهور قناة فبراير مع كل المحبة وأطيب التمنيات.